بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من فوازير الحكيم. كنا سألنا المرة اللي فاتت من هو أو ما هو زومبي؟ كلمة زومبي معناها إيه؟ كلمة زومبي في الثقافة الهوليودية أو الثقافة الغربية الإعلامية معناها كائنات عجيبة غريبة، ممكن تكون يعني مسوخ أو كائنات مشوهة أو إلى آخره يعني. لكن زومبي الأصلي هو قائد عربي مسلم من أصول أفريقية كان يحكم دولة إسلامية في البرازيل في فترة اللي هي القرون الأولى بعد اكتشاف الأمريكتين. تفصيل القصة دي، هو القائد زومبي دوس بالماريس كان شخصية هامة في التاريخ البرازيلي كونها واحدة من رواد المقاومة للرق. عشان نفهم القصة، الأوروبيين سواء البريطانيين في أمريكا، الفرنسيين في أمريكا، الفرنسيين والإنجليز مع بعض في كندا، الأسبان في المكسيك، ثم البرتغال في أمريكا اللاتينية، والهولنديين في أمريكا اللاتينية، يعني هم قسموا الأمريكتين مع بعض، الدول الأوروبية كلهم. وأول حاجة قضوا على السكان الأصليين شبه قضاء تام لما ما يسمى بالهنود الحمر، ثم عشان يقدروا يعمروا هذه الأراضي فجابوا الأفارقة بالسفن من أفريقيا كعبيد. هم كانوا بينزلوا على الدول الأفريقية اللي هي اللي كانت معظمها دول مسلمة أو غير مسلمة، بس كانت كلها في أفريقيا اللي هي النص التحتية من أفريقيا يعني. كانوا يدخلوا يجيبوا الأفارقة دول كعبيد، طبعا كانوا بياخدوهم بيخطفوهم خطف يعني، إما بالاتفاق مع قادة هذه القبائل أو الدول، أو بالاحتلال العسكري المباشر، وكان بياخدوهم إلى أمريكا كعبيد. مع زيادة عدد العبيد الأفارقة اللي موجودين في الأمريكتين بدأت تحصل حركات مقاومة لهذا الرق الأوروبي. فأحد كبار شخصيات المقاومة للرق الأوروبي في أمريكا اللاتينية تحديدا في البرازيل كان زومبي دوس بالماريس، وده كان آخر ملوك كوبلومو دوس بالماريس. بالماريس دي اللي هي اسم الدولة اللي هم أسسوها في البرازيل. القائد ده يبقى ابن لواحد تاني كان اسمه زومبا بالماريس، هو اسمه زومبي دوس بالماريس، ولد سنة 1655 في ولاية باهيا البرازيلية التي كانت تتبع مجموعة من التنظيم الاجتماعي للمدن الذي يدعى بالماريس. بالماريس ده اللي هو اسم التنظيم الاجتماعي أو يمكن نطلق عليه دولة. كانت دولة تحكم بالدين الإسلامي وبالشريعة الإسلامية، وكان معظم رعاياها أو سكانها من المسلمين الأفارقة. دول أعلنوا التمرد على العبودية وعلى الرق الأوروبي، وأسسوا دولة مستقلة حكمت حوالي 50 سنة في البرازيل. حاولت الأول القوات الهولندية إنها تغزوهم لكنها فشلت، ثم استمرت القوات البرتغالية في حروب معهم لمدة 50 سنة حتى قضي عليهم وقتل أو يعني انتهى حكم زومبي دوس بالماريس اللي هو كان آخر حكام هذه الدولة. استمرت الدولة طبعا 50 سنة، وانتهت بمحاصرة البرتغاليين للعاصمة بتاعتهم سنة 1695. و حاليا البرازيليين العاديين بقى بيحتفلوا بهذا القائد، رغم انه كان مسلم، هم حاليا البرازيليين اغلبهم غير مسلمين، لكن الفكره بيحتفلوا به كواحد من الذين حاربوا الاستعمار الاوروبي لبلادهم. اطلق اسمه على مطار مدينه مارسيو في البرازيل الواقع على ساحل المحيط الاطلسي، اسمه مطار زومبي. وبالتالي كلمة زومبي دي اسم لقائد عظيم من قادة التاريخ، واحد من الذين حاربوا الرق الأوروبي وحاربوا خطف الأوروبيين للأفارقة واستعبادهم في الأراضي الجديدة.
حكم هو وعيلته يعني حوالي 50 سنة، وهو كان آخر واحد من الحكام وأعظم واحد من الحكام، ولم يستطيعوا أن يهزموه إلا بعد أن تدخل الإمبراطور البرتغالي شخصيا وأرسل جيش مخصوص من عنده يحارب هذا القائد العظيم، وهزمه للأسف وقضى على دولته. ده كان القائد زومبي. والنهارده معدنا مع الفزوره الجديده، وهي تقول: من هو صاحب اعظم خطه انسحاب في التاريخ؟ مع شرح الخطه بشيء من التفصيل. عايزين منك تقول لنا مين هو القائد صاحب اعظم خطه انسحاب في التاريخ، وازاي عمل هذه الخطه يعني بشيء من التفصيل. ونلقاكم الاسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.